أثابكم الله. هذا سائل يقول: أخي أعطاني مبلغا أو أمانة وتوفاه الله عز وجل، وله زوجة وأبناء صغار. السؤال: لمن يتم تسليم الأمانة؟ إلى ورثتها، لما مات صار هذا المال لورثته، لزوجته ولأولاده. الزوجة لها الثمن، ولأولاده مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان له والدان، إن كان له والدان فلكل واحد منهما السدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن له والدان فيكون المال للزوجة الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت أمه موجودة لها السدس، وإن كان أبوه موجودا له السدس، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وفرض الزوجة الثمن. نعم.